تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من برنامج ستارز التدريبي لتنمية مهارات الشباب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ويقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، ويستمر حتى 24 من أكتوبر. ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويستهدف البرنامج فئة المتطوعين من الشباب والفتيات، خاصة طلبة الجامعات. دلوقتي احنا عايشين في عصر متسارع، محتاج حلول من نوع اخر علشان نواجه التحديات اللي احنا بنقابلها. فأهمية ثقافة الابتكار ان هي توضح وتفتح العقول لان احنا محتاجين ان احنا دايما نطور نحسن اللي موجود، لو كويس ازاي نحسن عليه، بحيث ان احنا مش بس نواجه تحديات او نحل مشاكل، بل بالعكس ان احنا نوصل لافضل، لغد افضل ومستقبل افضل. بندي المحاضرة عن ريادة الاعمال وتأثيرها وازاي ان الشباب يقدروا يستفيدوا منها في حياتهم اللي جاية. يعني عايزين نزرع جوه الشباب ازاي يبتدوا مشاريع خاصة بيهم، مشاريع صغيرة متناهية الصغر، فبنساعدهم بده بمجموعة من المحاضرات، منها محاضرة ريادة الأعمال. احنا خدنا فكرة الرعاية الاجتماعية، الفكرة دي ان احنا بنحول المشروع اللي احنا بنفكر فيه لحاجة حقيقية بنقدر نستفيد منها، بتوفر لنا فرص كتير قوي، والفرص دي برضو بتعمل على ان هي بتنمي التنمية المستدامة اللي الدولة بتحاول ان هي تحقق الاهداف بتاعتها. المشروع هنا الرعاية الاجتماعية بيقدم ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ننفذ افكار بحيث ان هي توفر فرص عمل للشباب. احنا النهاردة اتكلمنا عن ريادة الأعمال وازاي تنفيذ مشروعات جديدة تحولها لواقع ملموس، وهنتكلم عن الابداع والابتكار. طبعا الابداع مثلا بشوف فكره موجوده وبطورها او بنفذها على ارض الواقع، والابداع طبعا بشوف فكره وبحولها لواقع ملموس.